بسم الله الرحمن الرحيم. أعزائي الطلبة، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. استكمالا لكورس Foundations Engineering 2، هنتكلم النهاردة عن باقي تصميم الكومبايند فوتينج اللي هي معرضة للعزوم، وده الجزء السادس في شابتر 3. النهاردة هناخد جزء صغير اللي هو ازاي نعمل تشيك شير على الكومبايند فوتينج. طبعا الكومبايند فوتينج دي تعتبر اساسات، والاساسات احنا اتعلمنا ان المقاومه ليها للشير هي بالخرسانه فقط، ما بنحطلهاش حديد عشان يقاوم الشير. طيب هنبتدي. طبعا انا راسم الشير فورس دياجرام بتاعي، معروف ان الكريتيكال سيكشن فين؟ على بعد دي. طب انا عندي هنا كيو على وش العمود، وهنا كيو على وش العمود، وهنا كيو على وش العمود، اخد انهي واحده؟ اخد اكبر واحده ان كانت ديت او ديت او ديت، الكيو شير، وبعدين امشي مسافه قد ايه؟ مسافه دي، وابتدي اطلع منها الايه الشير. ازاي الكلام ده؟ يعني كيو شير ما هو الا كيو ماكسيمم من 1 و2 و3 اللي هم على وش العمود، ناقص كيو يو ان اللي هي الاستريسز في المسافه دي اللي انت جايبها قبل كده للبانشنج وللايه وللمومنت. خلاص جبت كده الفورس بتاعتي بتبقى بالطن. طب اجيب الاستريسز ازاي؟ ما هي الا كيو شير على البي بتاعت الانفورس الكونكريت في مين؟ في الدي. المفروض ده اقارنه بمين؟ اقارنه بمقاومه الخرسانه طبقا للكود المصري في الشير. طب مقاومه الخرسانه قد ايه؟ زي ما اتعلمنا هي عباره عن، لو تفتكر هي مقاومه الخرسانه 0.75 جذر اف سي على جاما سي. لكن الكود قال لك في حاله الاساسات بتاعتنا بنبتدي ايه؟ بنزود مقاومه الخرسانه بنسبه كام؟ بنسبه 30%، عشان كده قلت 1.3، وبناخد نص القيمه عشان كده ضربت في نص. المفروض ان انا في الاخر ان الكيو شير ديت تكون اقل من كيو سي يو، يبقى في سيف. لكن لو لقيت ان الكيو شير بتاعتك اكبر من الكيو سي يو تعمل ايه على طول؟ انكريز مين؟ انكريز الدبس او التي بتاعتي. يبقى انا طلعت الدبس اللي هو مقاوم للشير، سيف، مفيش مشكله فيه. شكرا.